مبارك عليكم الشهر. مهامنا في محطة زور قسم الأمن والسلامة تفتيش في الدخول والخروج للمحافظة على أمن وسلامة العاملين في المحطة والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الأمنية وأمن المنشآت. وشكرا. تقبل الله طاعتكم. احنا الحين موجودين في غرفة التحكم الحرارية، والغرفة متكونة من بويلر وتورباين، ويقوم بتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة بتوفير خط سير الكهرباء إلى المواطنين والمقيمين عن طريق هذه الغرفة التي تعتبر شريان المحطة، وهي مجموعة فنيين ومهندسين يعملون كجروب واحد ويقومون بعض الشباب أخذ القراءات اللي هي كل ساعتين للتأكد من سلامة عمل الوحدات خلال 24 ساعة، وتحسباً لأي خلل طارئ، ويقوم بالتنسيق مع الأقسام الثانية الميكانيك والأجهزة والكهرباء والأمن والسلامة، كلهم يعملون كجروب واحد. تقبل الله طاعتكم. مراقبة الصيانة الميكانيكية تعمل بنظام النوبة الصباحية ونظام النوبات على مدار 24 ساعة في المحطة، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الروتينية وأعمال الصيانات الطارئة أن تطلب الأمر، وذلك بجهود الفنيين والمهندسين المتواجدين وبالتنسيق مع مراقبة التشغيل والأمن والسلامة وجميع الموظفين في المحطة. مبارك عليك المشاهد. تقبل أطاعتكم. مهامي موظف أمن وسلامة بالمحطة تأمين المنطقة والإشراف على سلامة العاملين، فحص ومعاينة أجهزة المكافحة والإنذار، إعداد خطط الطوارئ حسب المخاطر، ودوامنا في شهر رمضان الكريم 12 ساعة. بارك عليكم شهر. احنا كمراقبة نتعامل مع الصيانة السنوية والروتينية، مثل ما شفنا قبل شوي كان عندنا ديفكت كاب وتعاملنا معاه وشيكنا على البريكر، والحمد لله كل شيء تمام وسوينا له ريست وكل شيء تمام. نظام العمل عندنا بالنوبات متواجدين 24 ساعة لمراقبة الأعطال على الأجهزة المتوفرة عندنا. طبيعة عملنا ان احنا نقوم نضخ الكياب الأرضية طول فترة السنة، وبالذات الأيام الفضيلة هذه فترة الصيف الشباب شغالين شفتات 12 بيوم 12 بيومين، وحاليا متواجدين الموقع جاينا الارم من التحكم فجايين الشباب يضخونه، وعندنا برامج سنويه طول فتره السنه على اساس نتفادى القطع اللي يصير عندنا بالكيابل. بارك عليكم الشهر. احنا طبيعه عملنا البايلوت كيبل، نسوي تستات حق قياده الكيبل، احنا مقبلين على شهر الصيف، يعني ارتفاع درجه الحراره زايده، في الارمات تنبهنا اذا صار اي مشكله عشان تفادى اي مشكله حرائق او انقطاعات، واحنا شغلنا 24 ساعه طواري بالصيف برمضان كلنا وقت واحد. فريق المحصل الجوال برمضان يقدم خدمه تحصيل الجوال وادخال قراءات بالدواوين بالفترات اللي هي بعد الفطور أو قبل الفطور إذا حابين، إدخال القراءات وإصدار الفواتير والتحصيل لجميع المواطنين اللي حابين يستفسرون عن فواتيرهم أو يدخلون قراءاتهم على مدار الساعة. ولطلب المحصل الجوال مجرد ما تتصل على 152 وتطلب المحصل، إن شاء الله راح توجه لك بأقرب وقت ممكن. نشكر وزارة الكهرباء على خدمة محصل الجوال اللي قاعد تمر علينا في الدواوين، وبالأخص في شهر رمضان، بدل ما احنا نروح لهم بالوزارة. وكل عام وانتم بخير وجزاكم الله خير. بارك عليكم الشهر وتقبل الله طاعتك. يقوم المركز باستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين عن أي خدمة تقدمها وزارة الكهرباء والماء، كذلك يقوم المركز بعمل البحوث والدراسات بهذه الشكاوي وعددها وتقديمها إلى الجهات المختصة بوضع الحلول والتقدم سنة عن السنة الماضية، وكذلك يوفر المركز النصائح بوسائل الترشيد للكهرباء. كذلك المركز يعمل على مدار الساعة
24 ساعة في اليوم، وكذلك يعمل في العطل الرسمية وكذلك في رمضان. تقبل طاعتكم ومبارك عليكم بادي الشهر. احنا طبيعة عملنا ندام 24 ساعة نتلقى فيها شكاوي من الكول سنتر 152 ومن المواطنين مباشرة عن طريق البدالة، وعندنا شكاوي انقطاعات وتسربات زين، ونجيب الضغوط يومي على الخطوط الرئيسية وجميع المناطق، ونخدم تقريبا 24 منطقة. مبارك عليكم ما تبقى من الشهر مشاهدينا. احنا إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية هدفنا خدمة المواطنين والمقيم على هذه الأرض الطيبة. طبيعة عملنا نتلقى الشكاوى من رقم 152، ومن أول ما توصلنا الشكوى على طول نتواجد كخلية نحل على دار مدار دولتنا الحبيبة. طبعا نتكون من ثلاث أقسام، هو قسم التشغيل وقسم الكيبل القيادي وقسم الخطوط الهوائية، وتحت خدمتكم 24 ساعة. مبارك عليكم ما تبقى من الشهر. شغلنا طبعا حيوي لأنه يتعلق بكهرباء المواطنين، فإحنا شغلنا خصوصا في شهر رمضان الحين وفي فترة الصيف ما نقدر نأجل الشغل، فلازم تلقونا 24 ساعة إن شاء الله نلبي طلباتكم. الله أكبر الله